你神志不清了。 لدي أبناء يجب إطعامهم. ما مشكلتك؟ لا تثر غضبي أيها الكلب. هل هذه دعابة؟ ربما إذا جعلتها دراهم بدلا من دنانير. رائع. إنني أتعلم ولكن لم أعلم. ستعلمني الحياكة قريبا ولن يكون لدي. أشكرك على إحضار هذه العملية. أخبرني متذمرا، لكنني لا أشعر بأن صاحب الشرطة يدير حراسة المدينة بشكل جيد على الإطلاق. لست مختالا يحاول نهب ما في تأثيره في الواقع. حكمة ومجاري المياه. توقفوا. أصدقاؤنا الأغالبة. بطل الكندي كاهلي بعمل هل أنت مخنوعاً أيها الشيطان؟ شيخ ماي ماي ينبغي لك ذكر الأمر للعجوز سنوات. عندما أصبح عليك سنوات وأنا متأكدة من أن لديه جميع الخطة بسيطة. ادخل المزاد كتاجر يريد المزايدة على القطع الأثرية الغريبة. نعلم أنهم يريدون دبوس الشعر وسيحضرون المزاد. لقد تركوه يفلت مرة بالفعل من بين أيديهم. عندما يظهر دبوس الشعر سأراقب الحشد وأحرص على الحصول عليه. سيضمن ذلك لقاء مع هذا الخازن. واثقة أنهم سيزايدون عليه مهما كان الثمن. أجل، سأجمع ما بوسعي من المعلومات عن هذا الخازن قبل بدء المزاد. نظراً إلى منصبه، لن تجد النميمة بشأنه قليلة. أول ريشة دون هدف محدد. يجب عليك العثور على الهدف الصحيح. لا تشتت نفسك. ركز على المهمة الحالية. لا جدوى من الإمعان في أمور لا وجود لها. هذا حقيقي. فهمت. الصمت أفضل للعقلاء وأفضل بكثير للحمقى. حظاً موفقاً. أنحن بحاجة إلى الحظ؟ هناك فساد في الكرخ يا خازن. سرقة للممتلكات وابتزاز للتجار وتعذيب للذميين. الفساد مستشرٍ وفي كل مكان، لكنك في صميمه. حتى هذه اللحظة ينتشر فسادك إلى أراضٍ لم يمسسها سم التنظيم. سمعت عن رغبتك في دبوس شعر سيطرح للبيع في مزاد بدائرة المال. سوف أنافسك في رغبتك الملحة وأجبرك على الظهور. ماذا ترى يا إنكيدو؟ الموجود وسط البازار سيتحدث تقول إلى كل قطمة.
والخليفة يؤيد هذه الرسالة. חזור הביתה, תנהג כרגיל. שמור בינתיים את הסיפור להצלחה. זה הכל יסתיים. من المنعش رؤية البازار مفعماً بالحيوية. لا يجلب التجار إلا أجود التوابل التي يجدها خلال المزرعة. هذا وقت شراء المصوغات. والانضمام إلي في جولات الصباحية في مصر. أخذت ثلاث مرات. باسم تعال. كان علي توقع حضورك يا كونغ. أنت تعرفني، تعال. هل تعرف أي شيء عن الخازن؟ شخص يعمل لصالح الخلافة. الخازن؟ أعرف شيئا في الواقع، لكن كما تعرف من المؤلم الإفصاح عن المعلومات الثمينة بلا مقابل. ما العمل الذي تريده الآن؟ تعرف ما يدور في ذهني بالفعل، صحيح؟ كما ترى أيها الحسون الصغير، دائرة المال ليست مجرد حدث مهم للطبقة العليا من الكرخ، بل للصوص أيضاً. هل أخذ أحد شيئاً منك مجدداً؟ صحن فنجان خزفي ثمين أخذه لوقا، لطالما كان يغار مني. أين مكانه في اعتقادك؟ عرفت أنني سأعتمد عليك أيها الحسون الصغير، ستعثر عليه في الصناديق قرب متجره. سأعود بعد قليل. أسمعت عن الفوضى؟ حدثت قريبا من هنا؟ لا تخبريني أنهما كونغ ولوقا مجددا. لابد أن هذا هو المتجر الذي أشار إليه كونغ. لنبحث الآن عن ذلك الصحن. Thank you.
أثق في أن كونغ يمتلك صحناً كهذا. ربما سيخبرني الآن بما يعرفه عن الخازن. كن عيني يا إيه. ماذا ده؟ تراجع، اضرب عن وجهي. هل هناك وحوش في القنوات حولنا؟ هذا المهر الأسود ظريف للغاية. كم طول الشجرة؟ آتي لمساعدتك، لكن ليس. أيها المجنون، انتبه. إليك. ينجح الحسون الصغير في توصيل الطلب ثانية. هذا ما احتجت إليه بالضبط لاستكمال مجموعتي. ظننت أن هذا يخصك. صار كذلك الآن. على أي حال أصغي جيداً. كنت أشرب شاي الظهيرة المعتاد فسمعت سيدتين تتحدثان عن استيفائهما طلباً لدائرة المال. لقد صنعوا رداءً جميلاً للخازن بتطريز شرقي معقد. انتبه إلى ذلك. زي شرقي. شكراً يا كون. الخازن ذمي من الشرق على الأرجح. أن يكون المسجد قريباً التي أرخاها علينا ذلك الغلام. يمكننا عمل أهلاً. انظر إلى بضائعي يا صديقي في الطابق العلوي. هناك أشياء لم ترها في بغداد من قبل. قطع أثرية صينية غريبة هنا فقط، ليس بأي مكان آخر. لا تكن خجولاً، اقترب واندهش من مختاراتي في الطابق العلوي. السلام عليكم. هل ذكرت قطعاً أثرية صينية؟ نعم يا صديقي، مرحباً بك. ستجد شيئاً مثيراً للاهتمام هنا بالتأكيد. هل ترغب في المصوغات يا صديقي؟ يوجد لدي هنا حلي من أقاصي الشرق في المزاد، زهريات نادرة، فناجين شاي متقنة، لكن أميزها دبوس الشعر هذا، آية من الجمال، حتى إن الخازن سأل عنه. أين دبوس الشعر؟ أين هو؟ سيطرح للبيع في المزاد. إذا أردت شراءه أحضر كيسا مليئا بالنقود. دبوس شعر من الشرق، لابد أن هذا هو الغرض الذي كان الكلول يبحث عنه للخازن. لابد أن أبحث عنه في المزاد. ليس الخازن من الصنف الذي يقدر التأخير. أكرر، الخازن. ليس شيئاً نستعجله يا سيدتي. ذلك لن يسر الخازن ولن يسرني. أعرف، ابتكار العطر عملية معقدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا. قصارى جهدكم غير كاف. تعالي لنتحدث في مكان آخر. للجدران آذان. تلك المرأة ذكرت الخازن، يجب أن أنتبه لما يقال. لدى الخازن ولع بالقناع كما تعرفين. ليس هناك أكثر منه تعاسة عند ضياع 3 دستات من القوارير. مع توقف الميناء عن إمدادنا صار الإنتاج بطيئاً يا سيدتي. بعض الحوادث هنا قد جعلت أيضاً وضعنا صعباً. لا يمكن أن تكون بتلك الصعوبة. أفكر عما إذا كان أجلاً.
وظيفتي للزوجة، فتوافقني إن لم أعد في الوقت المناسب. لقد حصلت على أنت لا تخبرينني بالضبط ما الذي ينقصنا. إنه الدم يا سيدتي. الدم عنصر أساسي في الرائحة، إنه ما يجعل عطر القناع مميزاً، لابد أن نحصل عليه. سأتحدث إلى الخليفة وأرى ما يمكنني عمله. سيتعين على الخازن انتظار العطر. هذا العطر على خطابات جاب الضرائب، لقد ظننت أن رائحته تشبه الحديد. أكانت دماءً؟ قد تكون هذه المرأة من المقربين للخليفة، إنها تعرف الخازن، لابد أن أتحدث إليها. السلام عليكم يا سيدتي. وعليكم السلام. لم يسعني سوى سماع بعض الحديث يا سيدتي بشأن العطر. ليس من اللباقة أن تسترق السمع، ولكن لأنك معجب سأعذرك. اسمي قبيحة، المرأة وراء القناع. له رائحة فريدة، ورد وعسل وخشب صندل، وإذا كنت قد سمعت قطرة من الدماء. دماء؟ كان ينبغي أن أخمن، ظننت أنها ربما كانت رائحة حديد. يولد الدم من الحديد، أليس كذلك؟ لكن بسبب ذلك الجزء يصعب إحضار كميات كبيرة. إذا كان حصرياً إلى هذه الدرجة فلابد من كونه رائجاً بين رجال الدولة. أظنني شممت رائحته بالقرب من الخازن. نينغ تستعمل القناع، إنها مفتونة تماماً بسحره الغني كحال العديد. شيء غريب، لا تبدو كشخص يهتم بفن العطور. ليس من الحكمة أن تحكمي على شخص من مظهره. بالفعل، هل ذكرت اسمك ولم أسمعه؟ باسم. باسم، يجب ألا أضيع وقتك أكثر من ذلك. أتمنى لك وقتا رائعا في دائرة المال يا سيدتي. الخازن امرأة إذن؟ واسمها نينغ؟ سيبدأ المزاد قريبا. مرحبا، السلام عليكم. يا ساس، نيهاو، هلو. موعدنا السنوي يحين مرة أخرى لتلبية أشواقكم والإنصات إلى رغباتكم وشراء ما أظهره الله لنا. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً أيها المبجلون في مزاد دائرة المال السنوي. يتصدر قائمتنا الحصرية والآسرة من المتفرقات الغريبة تمثال مذهل من بلاد الهند. إنه مصنوع من العاج على يد أمهر الحرفيين، وسيشكل إضافة مثالية لأي بيت. ماذا لدينا؟ مزايد واحد بالفعل، بل اثنان. لننادي مرة، مرتين، ثلاثة. هل من أحد يود المزايدة على ذلك السعر؟ لا؟ بيعت، أصبحت من نصيب هذه السيدة الجميلة. أما بعد، فلدينا جمال سماوي فريد من نوعه. دبوس الشعر هذا من الشرق، انظروا إلى التفاصيل على التنين. غرض مثالي للاقتناء، بل والأفضل إهداؤه إلى صديقة تعرفونها.
حسناً، كم تساوي هذه القطعة في رأيكم يا أصدقائي؟ 1 إلى الخازنة التي باركتنا بحضورها. نينغ، الخازنة. 2، أهناك شخص آخر؟ بيعت، إلى الرجل هناك. من فضلك استلم قطعتك من معاوني بعد المزاد. الآن لنواصل. ونشكركم مرة أخرى على جعل دائرة المال حدثاً ناجحاً. عسى أن تظل جيوبكم دوماً عامرة وقلوبكم تواقة. يجب أن أحصل على دبوس الشعر من ذلك الرجل. لماذا تريده الخازنة بهذه الشكل؟ هل رأيت هدوءها وسماحتها؟ مثل نجمة وحيدة تنبع في ليل المدينة. من يدري ما يريد؟ سنحتاج إلى التعرف بالحراك ما يدفعه أخي. كم؟ لأكمل هذا ظل اللعب كما أشاء. وجدته. حسناً، لنقترب الآن. دعني ألقي نظرة على دبوس الشعر مجدداً. معقد وجميل. بلاكا، أين اختفى؟ لكنه لا يقارن بتلك الأغراض القديمة التي يسعى إليها التنظيم. لم يستطيع التغلب. يجب أن أواجهني. لم أتمنى أن أحظى مجدداً بفرصة رؤية النظرة على وجه الخازنة عندما أقدم لها هذه الهدية. من يدري ما يريد؟ أغلى التجار في الحي. جابت إحدى كلاب الشرطة جراءً منذ قليل. لدي موعد مع الخازنة. تنحى جانباً. آسف، تعليماتي كانت واضحة. دون مشبك لا يمكنك الدخول. هل تعرف من أنا؟ يجب أن أتحدث إلى الخازنة. لقد دعيت، استدعيت. السلام عليكم، لقد جئت لأرى الخازنة. لأي شأن؟ عندي هدية للخازنة إذا كانت ستراني. لا يسمح بالدخول إلا لأعضاء نقود العاج. بلا مشبك لن تدخل. هذا إثبات على أنني من طائفة التجار. انظري، أرأيت؟ تريد 3 أكياس من الزعفران و2 من الوانيلا وزجاجة عسل دون دفع قطعة نقد واحدة؟ مستحيل، هراء، هذا مضيعة لوقتي. مرحبا، أتريد توابل؟ هل لديك مشكلات مع الزبائن؟ ليس أكثر من المعتاد. هؤلاء القادمون من نقود العاج يخالون أنفسهم وكلاء الله في الأرض. أتقولين نقود العاج؟ لا ينبغي أن أتحدث عن ذلك، لا أعرف الكثير حقا.
أيا ما تعرفينه قد يساعدني. حسناً، لن يضر إخبارك بما أعرفه. نقود العاج طائفة تجار حصرية يحملون مشبكاً يتيح لهم الوصول إلى أماكن محددة. كيف تحصلين على هذا المشبك؟ سمعت أن طائفة نقود العاج لا تضم سوى وجهاء التجار، ولا يمكن دعوتك إلا عن طريق عضو آخر. يظنون أن مكانتهم تمنحهم الإذن بأخذ السلع دون نقود. أرأيت غروراً كهذا من قبل؟ هذا متوقع في الكرخ. شكراً لك. مرحباً، أتريد توابل؟ أي شيء بتلك الأسعار؟ أحدثك بالصدق. لا يمكنني تقديم المزيد إلا إذا كانت المصادر. لا دخول بلا مشبك، تعرف كيف تسير الأمور. أجل، لكنني تركت مشبكي بالداخل. ألا ترى المشكلة هنا؟ دون مشبك لا يمكنك الدخول. لعنك الله. لا شأن لك هنا. لست موضع ترحيب هنا، ارحل. مهلا. قاتل، يا إلهي، النجدة. حان وقت التحرك. طائفة حصرية لتجار الطبقة العليا. كان يجب أن أتوقع وجود هذا. حجرة التحف ملاذ للخازنة. أحتاج إلى العثور على طريقة للدخول. لا أكترث بما يتوجب عليك فعله. احرقهم أو اقتل كلابهم إن اضطررت. مفهوم يا سيدي. سوف نستعيد نقودك من متجر التاجر غدا. لما ليس اليوم؟ ماذا؟ على رسلك. لابد أن هذا مشبك نقود العاج. براق، لدي الحليتان. سيتعين على الحارس أن يسمح لي بالدخول الآن. هل قرأت أحدث تعديلات ابن علي؟ السلام عليكم. أنت مجدداً، ماذا تريد؟ عندي شيء تريده. دبوس شعر صيني من المزاد، ومعي أيضاً مشبكي. حسناً، يمكنك الدخول. من هنا سيدي. كنت أتطلع إلى مقابلة الخازنة، إنه لشرف عظيم. بالتأكيد، إنها مشغولة، إنها لا تظهر إلا في مناسبات نادرة. لم أرى كنوزاً عديدة في مكان واحد هكذا. هذا رديء الصنع. أتسأل ما إذا كنت حقاً خبيراً كما تدعي. هذا الصحن لا يقدر بثمن، أقسم بذلك. أيتها الخازنة نينغ، لو أنك فقط. اذهب، اترك الفكرة، لكن أبعد الصحن عن ناظرك لتتناول الكلاب الصغر فيه طعام. إن شروطها شديدة الصعوبة. يجب أن يحذر المرء ألا يتعرض للعض بالداخل. امتنع من فضلك عن الكلام عن الخازنة بما لا يليق. يمكنك الدخول. وجهك غير مألوف. اسمي باسم، جئت بغداد حديثاً، لكن ليس بغرض التجارة. معظم تجارتي في التحف والمقتنيات الفاخرة. نظرتك للتفاصيل دقيقة. ماذا أحضرت لي يا باسم؟
تعرفين ما أحضرته. رجل يحب التعامل الجاد. تعال أرني إياه. بديع، هل سبق أن رأيت شيئاً كهذا؟ بهذه المثالية والدقة؟ لا، لكنني مندهش لأن ذلك لم يسبق لك. لدي ولع بهذه الأشياء. في طفولتي ربطت مع أخواتي شعرنا بالعيدان وزيناه بالحصى. تظاهرت بأنها أندر الأحجار الكريمة. لم نمتلك شيئاً، لكن شعرنا أن لدينا كل شيء. ثمة أسباب تدفع الناس للقائي من أجل نصيحة أو للشعور بالسلطة، وغالباً لكسب ودي. ما سبب مجيئك يا باسم؟ بصفتي جامعة تحف زميلاً، لقد سمعت من الآخرين الكثير عنك، عن ترفك وذوقك، أرغب في التعامل. هل قالوا إنني كنت محظوظة؟ كما أكره هذه الكلمة. عندما وصلت إلى بغداد أول مرة كنت من بين الذين يبحثون عن الثروة، أما الآن فقد أصبح الشرق نفسه كالخاتم في إصبعي. حفرت طريقي بأظافري بينما استسلم الكثيرون وفضلوا الابتعاد عن المشقة، أما أنا فلا أمانع ببعض الخدوش والقليل من الدم. لا شك أنك عقدت صلات مع من التقيت بهم وساعدوك في الوصول إلى مكانتك. بغض النظر عما يقال، ما حك جلدك مثل ظفرك، لا ظفر غيرك. كل شيء يزدهر عندما تتآلف الأسرة. الأسرة كلمة فارغة من المعنى وأفرغ منها الأفكار. وحدها النفس تنصت إلى أعمقها مسات روحك وتتقبلك كلك. لا أحد يعيش وحده، لكننا نموت وحيدين. في نهاية المطاف نحن قطعا وببساطة وحيدون حقا.
الحلقة. باسم، كيف أبليت؟ تضج الشوارع بالحديث عن المزاد. انتشرت الشائعات بسرعة، تبين أنها هذه المرأة نين، امرأة تتحكم بالأمور، لابد وأغضبت الكثيرين. أغضبتهم واستعبدتهم على حد سواء، لا عجب في أنها أبقت هويتها طي الكتمان. الآن يرتجف أثرياء الطبقة العليا الأوغاد في أرديتهم الحريرية، متسائلين إن كانوا هم اللاحقون. لن يتوقف التنظيم عند هذا الحد، إذا وصلوا إلى الشرق فلن نعرف إلى أي مدى سيصلون. هل رأيته؟ الجني؟ لقد رحل الآن، لقد رحل. استرح ما دمت تستطيع، عملنا لم ينتهي بعد.